احتفاء بالذكرى 27 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، أقام المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حجة حفلا خطابيا وفنيا تحت شعار التجمع اليمني للإصلاح مسيرة نضال وبناء يحمي المكتسبات الوطنية ويجسد الشراكة الفاعلة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. أقام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بالذكرى 27 لتأسيس الإصلاح تحت شعار التجمع اليمني للإصلاح مسيرة نضال وبناء تحمي المكتسبات وتجسد الشراكة الحقيقية. حين يكون احتفالنا بمناسبة ذكرى تأسيس الإصلاح يتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى الثورة اليمنية السبتمبرية يزيدنا فخرا واعتزازا وفرحا وسعادة، ويوقد فينا شعلة الإيمان بمبادئ الثورة السبتمبرية ومبادئ تجمعنا التجمع اليمني للإصلاح. ومنذ نشأة الإصلاح كان راسخا في عقل المرأة الإصلاحية أن العمل والإيجابية صورة أخلاقية في هذا المنهج الرباني، وقد استخدمت ما سخره الله من قواها وطاقاتها للتعمير والبناء لتحقيق الخير ومكافحة الشر. احتفال الإصلاح بذكرى تأسيسه تجسيد حقيقي يعكس تمسكه بالعمل السياسي كخيار لا بديل عنه، وتأكيد على حمايته للمكتسبات الوطنية في مختلف المراحل. نشعر بالفخر والاعتزاز لذكرى مسيرة الإصلاح وإنجازاته العظيمة في مسار القضية الوطنية منذ التأسيس وحتى الآن، بل وفي كل المنعطفات التي مر بها اليمن كان للإصلاح الدور البارز والأجمل والأكمل الذي يحقق تطلعات اليمنيين نحو أهدافهم العظيمة في الانعتاق والحرية ورفض الاستبداد والعبودية. الحفل الفني والخطابي الذي حضره قيادة الإصلاح بمحافظة حجة وعدد من أعضاء وعضوات الإصلاح وشخصيات من مختلف محافظات إقليم تهامة ثمن الجهود التي تبذلها دول التحالف العربي في سبيل استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب. يجدد الإصلاح بمحافظة حجة تمسكه بالثوابت الوطنية وعلى رأسها الشرعية اليمنية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، ومساندته لجهود الحكومة اليمنية والجيش الوطني مثمنا بطولات وتضحيات أبطال الجيش الوطني البواسل في جميع الجبهات والمواقع وما حققوه من انتصارات وما قدموه من تضحيات، ويؤكد استمرار دعمه ومساندته لكافة الجهود الرامية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب، وفي مقدمتها جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ويشيد بما قدمته من دعم ومساندة للجيش الوطني في معركته الوطنية والنضالية مقدرين لهم ذلك الموقف الأخوي والتاريخي. تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية التي نالت استحسان الجميع. ويأتي احتفال الإصلاح بذكرى تأسيسه في ظروف استثنائية بالغة التعقيد نتيجة الانقلاب المشؤوم، وهو ما يؤكد حرص الإصلاح على الخيار السياسي الذي يفضي إلى بناء دولة قوية وفق شراكة حقيقية لا تستثني أحدا، فالوطن يتسع للجميع. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية.